القبيحة أم لسان طويل. القبيحة. وركزي بقى مع النوع ده قوي، اللي هي وهي بتكلمك لو غلطتي غلطة وقلتي حد يجي مكانها تجيب بقى سيرة الماما والبابا بتخش في أحشائك جوه. بتخش في معاملين هتجيب مصارينك أساسا. دي بقى القبيحة. ما بالك بقى لو حلوة. قبيحة قبيلة. دي قبيلة. الله يسامحك. عارفاها؟ هدي عقلانية، يعني هدي توديك وتجيبك وتعرف تسويك كده على هدي. دماغ تعرف تعمل اللي هي عايزاه. بدرية ممكن تتعصب وتقول كلام مثلا غلط او حاجة يعني مثلا يعني.